النهاردة ماتش هولندا والأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم، وعشان المونديال السنة دي في رمضان جوتن قررت ما تفوتش الفرصة دي وهتشجع وتتسحر مع الناس. رحنا كابويرا لاونج في واحد من أكبر فنادق القاهرة وعملنا سحب واخترنا مجموعة عشان نتسحر معاهم. خير الأول، احنا من تيم يوتن. النهاردة يوتن قررت ان هي تتسحر معانا وهتدفع لترابيزتين والتشيكس بتاعتها فول بيمنت. الترابيزة التانية اللي كسبت معانا رقم 22، وكمان ادينا لهم فاوتشر ب 1000 جنيه دهانات مجانية من جوتن. ما هو رمضان كريم. جوتن الأولى في الدهانات.